أزول تحية النصر إلى المواطنين الأحرار المناضلين المغاربة. اليوم عبد المذنب مصطفى العامري مع المناضل الحر أحمد فنان سيتم حرق علم اليوطي تضامنا مع الصحفي الحر عمر الرادي. قل كلمة الأخ أحمد فنان. الأخ عمر الرادي صحفي يعني كيقول واحد الكلمة حرة، إنسان حر، فتم إلقاء القبض عليه فقط لأن للرأي ديالو السياسي أو الرأي ديالو اللي احتمج السياسي بعض المرات. فاحنا اليوم سيتم تقطيع علم اليوطي، غنقطعوه قدامكم وغادي نحرقوه، لأن علم اليوطي كيبقى علم اليوطي ماشي علم ديال المغاربة. حنا ما قطعناش العلم ديال المغاربة وما غنقطعوش، غادي نقطعو العلم ديال اليوطي، العلم ديال الاستعمار الفرنسي، العلم اللي كيمثل محمد السادس، محمد السادس المجرم. هذا العلم ديالك محمد السادس المجرم تا ودوك فرنسا ديالك غادي تقطع الان، والان غادي نبداو في مراسيم تقطيع هذا العلم المغربي. بلاتي اولا نوريه ليهم بزاف باش يقولوا واش داك اللي راه كنكذبوا عليه. ها هو ياك، هو هذا هو العلم ديالك الديكتاتور. ها هو العلم ديال فرنسا. بسم الله. تضامنا مع الصحفي الحر عمر الرادي اللي غتقرع على الدنيا، اللي تعتقل من الآلة الديكتاتورية لا شيء، لأنه قال كلمة حق قال لك بأن الديكتاتور فاسد هو سبب التفقير، هو سبب تهريب الأموال، هو سبب تهريب الحشيش. عمر الرادي قال كلمة حق كصحفي ليس بمجرم. المهم غادي نقطعوها، كنا بغينا نديرو هاد العملية على برا، ولكن جات الشا، ولكن مني نوينا باش نحرقوه ونقطعوه جينا للداخل ديال الدار، لأن الشتا بزاف ما غاديش نصوروا، ما غاديش نقدروا نحرقوا. اوكي نقطعوه، غادي نقطعوه للطروفه الصغار باش يتم الحرق ديالو. هاكا قطعت انت يا شفت شي طرف انت قطع؟ نقطع هذا العلم ديال اليوطي. قطع زيد شظايا صغيره الاخ، شظايا صغيره قطع زيد عاوتاني قطع. هذه قطعت انا، نقطع انا نقطع. شد الديكتاتورية، الديكتاتورية هكذا غادي تمشي، الديكتاتورية غتحيد بحال هكا، الديكتاتورية بالتقطيع، وكلهم خواتها ديال الديكتاتورية، العملاء ديال فرنسا غادي يمشيو، غادي يتحاكموا. لا تشد معاك، لا تشد معاك. اوكي. اوكي سالينا من بعدا. نزيد طريفات صغار. طريفات صغار. شفتوا عليه بعدا، شفتوا عليه. لحظة باش. لا يمثلون. العالم ديال اليوطي لا يمثلون. غادي نقادوها شويه الصبوع لهنايا باش يمكن لينا انا للاسف خاص الكاميرا غادي ننزلوها واحد شويه غير باش اوكي. هنايا شنو الان غادي نشتفوا عليه كما غتشوفوا، غادي هذا العالم لا يمثلنا، هذا العالم لا يمثل المغاربه، هذا العالم حطته لنا فرنسا الاستعماريه وحطات العملاء ديالها. هذا العالم هكا شتف على واحد الطرف نتايا، ها هو راح ندوزو للتحية للأحرار، تنضامنو مع الصحفي الحر عمر الرادي اللي غتقربل عليه الدنيا، العالم كله غيتقربل عليه. هادي غير البداية ديال النضال، بداية ديال حقنا العالم اليوطي، العالم الفرنسي، العالم الديكتاتوري الخائن ضد الديكتاتور الفاسد العليم. يلا طلع اخ احمد باش نحركوا هاد الشراوط هادو، هادو ماشي علامة، هادا شراويطة. نعم 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 نعم. الان هنايا في مراسيم حرق. ها هو البريكة ديالك، ها البريكة ديالي. زيد سي احمد شعب. اذا غادي نبداو في المراسيم ديال الحرق. هذا شكون اللي بدا الاولى ولا انت؟ بدا عندو بجوجنا. انت محمد السادس الرمز ديالك، العالم ديالك كتشعل فيه الهافية بسرعة، لأن هادشي ديال الديكتاتورية. أنت ديكتاتور، أنت ديكتاتور، هو العالم ديالك. أنت خلي تيشد فيه مزيان باش نحطو، باش نشتفو عليه، تيشد فيه مزيان. خصنا الرمز، ما الرمزية، الرمزية أخي أحمد، واخا ما يتحركش كلو، حنا غير الرمزية، راه غادي نساليو الفيديو وغادي نحرقوه. صافي تفاية هذيك، تفاية هذيك، حنا رمزية، وي حنا شعلنا فيها تحرق، غادي نحرقو كاميرا مازال كاين تحرق. باه مزيان مزيان. لا غنساليو، غادي نديوه حنا تحرق. سير العيني، عرفتي اش غنديرو؟ سير العيني
اليوم كي ديروا شي دعوه، ديروا شي دعوه، بغيت خدمه ديروا شي دعوه ديال محمد السادس، الحمار السادس، الحمار السادس، الحموشي، الديكتاتور، يلا يلا الاله الديكتاتوريه، ما غنخليو فيكم والو الديكتاتوريه، بغيتو كتعتقلوا الصحافه، هذا نداء نداء لجميع المغاربه الاحرار اللي استطاع انه يدير هذا الفيديو بحال هكذا، حمله حق الاعلام اليوطيه الديكتاتوريه، حمله. نعم. كلشي المغاربه يخرجوا، هذا العالم لا يمثلنا. نعم. هذا بدنا الدخان، والله نطفيو. نعم. ماشي نكملوا غادي ندير الدخان بزاف. سو خليت نكملوا هذه الطرفه كاملين ونحققوهم. نعم. نعم. هنا كتبان لنا بان راه الحمله الشعواء ديال الاعتقال ديال المناضلين واللي كيقولوا كلمه حق بدات مباشره من بعد ما داك السكنفل هذاك البغل قال داك الكلمات ديالو هذاك الافتاء ديالو بان الدوله تقتل كل من عارضها ومن بعد جاء هذاك الحموشي بهذاك المشاكل ديالو تا وداك انت الديكتاتور قال واحد جوج 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 طروفه ديال النجمه هنايا غنبداو بهم الحريق ديالهم الديكتاتور يا الفاسد يا الشاب يا الخنزير يا العميل فرنسا نتعاونوا على البر والتقوى هذا اعتقل اعتقل الصحفيين يلا اعتقل زيد عاوتاني اعتقل باش يشد والدي الامور الله يشد هنا الله يشد هنا خليه بالراحه الله يشد هنا باش نشوف واش كتشد لا باش نشوفوا المواطنين اللي بقات من بعد نشوفوا واش واش شاده لا ما شاداش لا ولكن شدنا حنا مع واقفين مزيان مزيان دابا غادي نهبطوا غادي نجلسوا بحال هكا نحتفلوا بحق العمل العالم ديال اليوطي العالم ديال الخونه العالم ديال الديكتاتوريه يلا يلا دعينا محمد الشادش يلا الديكتاتوريه يلا يلا القضاء الفاسد يا الخونه يا القضاة العملاء اللي كتمشيو على التليفونات بالتليكوموند يلا ادعيوا لي يلا دعينا 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 يلا دعيوا لي يا محمد السادس واش شادي القلب واد الكلب مازال الكلب غادي ندير لك وقفه احتجاجيه قدام البيت الابيض مازال غادي نبسط جميع الرؤساء الحكومات ديال العالم كلهم غادي يسمعوا الصوت ديالنا الصوت الحر يا الخائن اش دار لك الصحفي الصحفيين من طبيعة الحال لأنهم كيشوهوا الصورة ديال الكلب. لا الصوت ديالهم مسموع. نعم. أنت الخائن يلا. يلا خائن. ما بغيناش حتى 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 ال لالارم هذا الشيء كنا خايفين منه لالارم بدات خدامة. عندك الموس. ها؟ الموس. أول الموس. لا لا راه غادي تغوت على الناس وحضروا لنا هنا يقول لك شاعر تو العافيه المهم احنا هذه الناس فيها حيد الحضره اوكي احنا دابا اوكي هنا في الدار عندنا هنايا فما يمكنش المهم تحيه مصر تحيه مصر للشعب المغربي الحر المغربي الحر وعاش الشعب عاش الشعب وعاش الشعب وعاش وعاش الصحفيون الاحرار اللي كيقولوا كلمه حق عمر راضي ماشي مجرم عمر راضي قال كلمة واحدة هو الملك فاسد ديكتاتوري خائن هو مهرب الأموال هو خائن الشعب خائن الوطن خدام على فرنسا مهرب الثروات يصدرها لفرنسا بفعل وثيقة الحماية الفرنسية المغرب باش تعرفوا باقي تابع للسلطة الجمهورية الفرنسية تكلمتي نعم المغرب راه باقي ما استقلش محمد السادس كيمثل حل دابا ما يتخش هو باقى مستعمره فرنسيه لا حتى بالوثائق هادشي كنقول لك بالوثائق ومحمد السادس هو العميل الفرنسي العميل الفرنسي وهو المقيم العام الفرنسي بالمغرب لو ريزيدون جينيرال هو اللي باقي وما كاين حتى شي وثيقه لا مع فرنسا لا في المغرب كتقول لك بان المغرب خدا الاستقلال كانت هضره شفهيه لحد الان راه باقى الوثيقه ديال الحمايه باقيه ساليه المفعول وراه باقي كلشي كيف ما كان
وبالتالي المغرب مازال مستعمر. اوكي تصبر ديال محمد السادس احسن من كمات امك حرك لها على قبلك. يا الوالدين امك محمد السادس يا الديكتاتور يا الخنزير الخائن. تحيه لنصر الشباب، تحيه مباركه، السلام عليكم.